أهلا وسهلا. أهلين فيكي. لا تواخذوني، جيت من دون ما أعطيكم خبر. لا شو هالحكي، حتى يا ريتك لو جبت معك ابتسام خانم. أنا حبيت أجي لأحكي مع مدحت شوي بصراحة، بالمرة الجاية بنقعد كلياتنا سوا. طيب أنا رح أترككم لوحدكم. كلك ذوق. تفضل اقعد. خير فؤاد؟ سبب زيارتي قصة فيها خير أكيد مدحت. اسمعني، أنت بتعرفني منيح وأنا بعرفك منيح، اللي راكد عليه وعينك وين ورغباتك غايتك بعرفهم منيح وما في مشكلة فيهم. يا ريت لو تفوت بالموضوع. مفكر إنه حكمة جوركان رح يعطيك اللي بدك إياه بسهولة؟ قدم لك شي من قبل؟ ليش؟ أنت رح تقدم لي شي؟ ليش لا؟ حكمة لا أولي عهده الجديد وعملوا إيده اليمين، ولا تستبعد يدخلوا على عائلته بعدين، وآخر شي رح نلاقيه بالمجلس، ما هيك؟ أنا ما عندي مشكلة مع علي رضا بنوب، إذا طلعت مشكلة كمان حلا ما رح يكون صعب كل هالقد. أنا ما فهمت، نحن مو همنا المشاكل اللي رح يسبب لنا إياها، المشكلة بأنه حكمة تشوف علي رضا كولي عهد إله. أنت مين ولي عهدك؟ مفكر أنه أشغالك عليا رح تديرها من بعدك؟ شكلك فكرت بهالموضوع كمان فؤاد. طبعاً بدي فكر مدحت، وبتعرف أنه ولي عهدي هو براق، وأنا بتمنى أنه براق يكون ولي عهدك المستقبلي. معقول أنت ما بتحب تكون حمالة الشخص اللي رح يدير المجلس بالمستقبل؟ براق بأول عمره لسه، لازم حدا خبرة يقدر يقدم له استشارات ويوجهه كمان بنفس الوقت. ليش حتى ما تكون أنت هالشخص؟ منحكي مع ملك خانم كمان، مناخد رأيي إذا بدك، إذا هي كمان ما عندها مانع منجمع العيلتين ومنزوج براق وعليا. شو رأيك مدحت؟